السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي عايزين نشوف مع بعض ازاي نعمل برج بيلف حوالين نفسه. طيب اول حاجة هنعملها ايه؟ اول حاجة هنعملها ان احنا نشوف الارتفاعات بتاعتنا. تمام، خلينا نركز على اليونت، نخلي هنا اليونت مثلا بالمتر اهوت، ونلغي دول. تمام، طيب وهنقول بقى ايه احنا عايزين نتأكد ان ده 3 متر بالظبط، وكوبي او بلاش كوبي، خلينا نقول له ان احنا عايزين نعمل ليفل جديد على ارتفاع 3 متر من خلال البيك اهوت، وبعد كده بتقول له انا عايز ليفل ده بقى، انت عايز شوف انت عايز كام ليفل اهوت. على سبيل المثال بقى ايه هم دول، تقدر تعدل بقى الاسامي لو انت حابب، خلي ده مثلا ليفل 3. بيسألك هل انت عايز الرقم الجديد ده يبقى في كله؟ اه ماشي، 4 5 6. هو مش هيفرق معانا كتير يعني، بس ايه للتنظيم يعني. 7 8 9 10 11 ماشي. وبعد كده انا هعمل بس ليفل كده ايه للمساعدة، تمام، نرجع بيه. طيب كل الليفلات اللي انت بتعملها بتتعمل هنا اهيت، تمام. طيب خلينا نبدأ. أول حاجة إن أنا هاجي على أول ليفل، ليفل 1، عايز أبدأ أعمل ماس، فأروح هنا لماس وهقول له أنا عايز أعمل إمبريس ماس. تمام، أوكي. هيقول لي أنت عايز الأبعاد كام في كام، فتقدر تخليها مثلا 22 22. تمام كده، تمام. هو ده كده ايه الماس بتاعي دي القاعدة. ولسه بقى لما اقول له الماس دوت كرييت فورم، لما هعمل شكل تاني واقول له وصل بينهم. طيب ممكن انا اجي دوت على الشكل ده هنا واقول له من موديفاي عايز اخد الشكل ده كده كوبي، واقول له الاين تو سيلكت ليفل، واقول له اعملهم لكل الليفلات ما عدا ليفل 1. تمام، اوكي. عمل ايه؟ طلعهم لي في كل الليفلات. لو انا جيت في الليفل دوت هتلاقيه برضو موجود هنا، ماشي. طيب انا هاجي هنا في السايت اللي هو دوت، وابدا اميز الشغل بتاعي بان انا هعمل انوتيت بحيث انها ما تاثرش على الشغل او يبقى ليها حساب في الشغل خالص. عايز اقول له انوتيت، عايز ارسم خط بس ما ياثرش في الشغل بتاعي، فهقول له انا عايز ارسم ريفرنس، واقول له في خط هنا من هنا لهنا، وخط تاني من هنا لهنا، هو ده اللي هيبقى عليه التركيز. انا هبص كده في 3D اهمت دول، الخط ده نرجع بيه. طيب خلينا نيجي دوت، هنخليه يلف بزاوية 20 او 10 15، الرقم اللي انت عايزه. المهم ايه، هنوحد الرقم بحيث ان هو يطلع شكله جميل ان شاء الله. فاقول له انا عايز من هنا تلفهولي عكس عقارب الساعة 15، ماشي. طيب تعال نشوف ال 3D اهو. طيب ناخد اللي بعده. طيب هقول له روتيت 30. طيب اللي بعده اخد دوت روتيت 45. تمام، وممكن حاجة تانية تعمل دوت وبعد كده تاخده تنسخه وبعد كده تنسخ وهكذا، يعني بعد ما عملت دوت اخده اروح طلع فوق وازوده 15 15 بهذا الشكل. طيب دوت هيبقى 60.
اللي بعده بعد 60 75. طيب اللي بعده تسعين، تسعين ممكن نخليها كده تسعين. طيب اللي بعده مية وخمسة، اللي بعده مية وعشرين. طيب اللي بعده 135، اللي بعده 150، حاسس فعلا ان انا ايه خمستاشر كمان، واخر واحد برضو نديله ايه مش فاكر احنا زودنا كام. 135 50 يبقى 165. طيب اجي اقول له روتيت، طيب تعالى بقى نبص كده عليهم اهو بالشكل ده طبعا. طيب يبقى نعمل عليهم سيلكت كلهم ما عدا الاتنين ريفرنس دول، وهقول له ايه كريت فور، يطلع لي المبنى بالشكل ده. طيب بعد كده هقول له فينيش ماس، وبعد كده ممكن اجي هنا اقول له انا عايز اعمل كريت سيستم اهو، واقول له كريت سيستم، فيبدأ يعمل لي كأن الواجهة كلها ازاز بالشكل ده.